اضطرت السلطات الألمانية لإجلاء مئات الأشخاص من 4 قرى بعد انهيار أحد السدود ليلا في منطقة ساكسونيا في ألمانيا. وفي مدينة ماغديبورغ الواقعة جنوبا تراجع منسوب المياه في نهر إلبي فوصل إلى 7.30 أمتار بعد أن كان قد تخطى مستويات قياسية اليومين الماضيين. السلطات قامت بإجلاء آلاف السكان من المدينة والمناطق المجاورة لها ولم يسمح لهم بالعودة. الفيضانات اجتاحت كذلك بولندا جراء كميات الأمطار الغزيرة المتساقطة، حيث تم إجلاء الآلاف من مساكنهم بعد أن غمرت مياه نهر فيستول عدة شوارع. منسوب مياه نهر الدانوب بلغ مستويات قياسية تقارب 10 أمتار، فغرقت المناطق المحاذية للنهر في العاصمة المجرية بودابست. عشرات الكيلومترات من الحواجز الاصطناعية تم وضعها بواسطة الأكياس الرملية لمنع تدفق المياه.